أيوه. انا لا نقصان ولا ضعفان ولا مسطول ولا سكران ولا زيك من عين الضيف ولا حد احسن مني بشيء. بس بغيت واللي قالوا لي غيرت الراجل قل الثقه او قل الثقه خلق حميد. غيرت الراجل نار في مراجل نار بتنور تحكش واحنا سعيده بنصلح بنش واللي تخلي سعيد يجيبها يبقى يا غلبه. اصلنا ناس على قد الطيبه كلنا هيبه والنسوان في بلادنا شواهد. طب لو عندك حته ماس خليها مداس للناس ولا هتكفي اللي بيقعد عليها بنيه كرباس يمكن حتى تجري ليها الزيت في الراس. يبقى كل الفرق ما بيني وما بينه اني صعيد ينعن ابدا اليوم اللي اتحل اللي ليه جاخر ولا الاول اللي طلعت على قلبي صعيد. لو كان بيتك كنت اعمل لك الدبريش واقلب شعري كانيش كراويش والبسك سلسله من تديل خرزه وشجر. بس ازاي البسك سلسله ولا كان ثم الابره ليش في اللبس؟ اصلا المشكله مش في اللبس. اصل المشكلة عندك اصل المشكلة عندك قلت هسيبها وبكرة تحس بعد تحس. ده انا لو جبت كنت زعلت ماشي صداقة وماشي زمان بس ما جتش على الرجال ونسوان الدنيا كثير وانا ما بقولش تخصم الناس ولا تشجع على الرجال ولا تكفي وتسكن بيا. بس يا ريت حبة تهديد اني بحبك واني بريدي واني غزلت بنات الدنيا اموت على ايدي واني تعبت من التفكير واني بريدي.